رح نجي نحكي عن أي كتاب؟ السماح بالرحيل هو بيعطينا آلية كيف نسمح فيها لمشاعرنا السلبية إن نتخلص منها. مثال صغير، إذا أنت اليوم معزوم على العشاء مع أصحابك، دق لك حدا منهم قال لك التغى العشاء، ممكن أنت أفكارك دغري تروح إنه لغيوا العشاء كرمالي، ما بدهم يعني يكون معهم. بعد شوية النهار اتصلوا فيك قالوا لك إنه مبارح عملنا حادث لهيك لغينا العشاء، حسيت أنت إنه الفكرة اللي طلعت معك مبارح هالفكرة سلبية مش مزبوطة، راحت الفكرة بس باقي الشعور اللي ولد هالفكرة. رجعت فت على المكتب لقيت اثنين عم يحكوا بالزاوية، قمت قلت عم يحكوا علي، قربت سمعتهم عم يحكوا عن شيء تاني، راحت الفكرة بس في شعور هو عم بيولد هالأفكار. فبالتالي انك تعالج فكرة بكون علاجت فكرة واحدة، بس انك تعالج الشعور يلي عم بيولد هالأفكار بتكون شلت معه آلاف الأفكار. فلهيك هو بهالكتاب بيركز على انه اليوم انت مش المهم بس انك تحرر حالك من الافكار السلبيه، لما تحرر حالك من شعور عالق عندك، هالشعور لما تسمح له انه يعبر ويروح بيروح معه الاف الافكار. فلهيك الاليه تبع هذا الكتاب اللي بشتغل عليها هي انك تدخل على هذه المشاعر وتسمح لها انها تعبر، واكيد في اليتها الخاصه. طب اذا مثلا صاير معنا قصص نحن وصغار احداث معينه يعني وتخزنت فينا المشاعر، نعم، وممكن نكون نسينا هيدي الأحداث بس المشاعر بعدها موجودة، أكيد. هل يا ترى هالكتاب يقدر يخليك تقدر تسترجع أو تتذكر أفكار، أو كيف ممكن ترجع هي توصل للمشاعر؟ صح، لا تقدر ترصد هيدي المشاعر، أنت بدك ترصد الأفكار. يعني اليوم أنت بس إلا زمان كيف ممكن بس هي شو بتعملي؟ أنت مش بالضرورة اليوم تروح لعند صدمة، لأنه أكيد في أشياء نحن يمكن عمرها، يمكن أنت في صدمات مثل ما بيحكوا عنا الاختصاصيين النفسيين ممكن تعود لأنت موجود جنين بالرحم، في هالقد ممكن تاريخ الصدمة يكون قديم. وإذا بدك تدخل بعالم روحاني هلأ هذا الشيء أنا ما بقدر أني أتبنى هالأفكار لأنه ما عندي مرجعية موثوقة لها، بس أنه حتى ممكن يقولك أنت حامل صدمات من حيوات سابقة سواء إذا كان فيه أو ما كان فيه، هذا الشيء مش أنا بأخذ قرار فيه ولا أنا بحسمه. بس أنه اليوم إذا بدك تحكي عن تاريخ الصدمة، ممكن تاريخ الصدمة أنت مش قادر تحدده أو مش قادر توصله، بس اللي أكيد منه أنه برصد الأفكار اللي هي مثلا فكره انه انت عم يحكوا علي، مثلا فكره انه انا عم يحكوا علي، فكره انه لغيوا العشاء كرمالي، فكره في اثنين بالزاويه عم يضحكوا فبالتالي عم يضحكوا علي. يعني هذا الشيء بيخلق انه بطبيعه الحال رصد هيدي الافكار رح بتكون عم تتولد عن شعور بانك انت مرفوض او غير مرغوب او غير محبوب. وهالشعور انك انت غير مرفوض او غير محبوب اكيد بيعود لصدمه معينه. هلا مش ضروري تحدد انه هالصدمه سواء كانت من امك من بيك من جيرانك من رفيقك من المدرسه، بس هي صدمه كونت عندك هيدا الشعور يلي هو انه انت غير محبوب او غير مرغوب، يلي عم بيكون عندك هيدي الافكار اللي هي افكار سلبيه تجاه النفس. وهي مش مزبوطه، ما هي مش مزبوطه. ساعتها انت بتحدد من خلال رصد هيدي الافكار انه اكيد هي بترجع، مش ما في شيء اكيد بس انه ممكن ترجع لشعور صادم بهالمحل، وساعتها بتسمح لانه هذا الشعور انك تعيشه ويروح. وهذا الكتاب ساعدك بهذا الشيء يعني بمحلات كتيرة، اكيد كان محطة كتير مهمة لإلي. شكرا ادهم. شكرا لك كمان رمزي. Thank you.